Naam. Mlango ya handa ikomo rusumi ya Mwenyezi Mungu ringiari mwa mlango ya vili na vani swafu muhimu vani ya handa ile vali Sheikh akomia madadi mbele za Mungu bivani swafu barzanji wiyo sifa ya mtume yanisali wa baadu fa akulu wa Sayyidina Muhammad wafudi vani sifa ya mtume ya handi sababu bivani akomia madadi ya Mungu ashindi ya tungesho ya rahara. Naam. Risena kwa الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه. وبعد فأقول وسيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية صلى الله عليه. ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا اللهم صل وسلم. ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد كباعة القصية صلى الله عليه. إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه اللهم صل وسلم. ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فير واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية صلى الله عليه. وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى اللهم صل وسلم. ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس وهو أول من آدى البدن إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه. وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى اللهم صل وسلم. ابن مبرى ابن نزار ابن معاد ابن عدنان وهذا سلك نظمت برائده بنان سنة السنية صلى الله عليه. ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبا اللهم صل وسلم. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية صلى الله عليه. إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهاه اللهم صل وسلم. فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية صلى الله عليه. وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى اللهم صل وسلم. نسب تحسب العلا بهلاه صلى الله قلدتها نجوم الجوزاء صلى الله حبذا عقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء صلى الله وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية صلى الله عليه. أورد الزين العراقي وارده في مورد الهني ورواه اللهم صل. حفظ الإله كرامة لمحمد كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا الصفا فلم يصيبوا معاره من آدم وإلى أبي وأمي سرات سرى نور النبوة في أسارير غرريم البهية صلى الله عليه. وبدر بدره في
جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله نعم اسم يا مويزم إن شاء الله نعم رسمي يا مويزم مungu bandara salimishia harmai ulagua sharabu رسمي يا مungu تفسيري وبعد فأقول هو سيدنا محمد ابن عبد الله نعم شيخ واد ورسول سميدزا وبعد نبعد بسم الله يفيرا أو يايسا ني الحمد لله ني سلام تشمي راي رنغوا هون كي بسم الله ديفي أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية الحمد ديفي وأثني بحمد موارده سائغة حنية سلام تشمي ديفي وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأول فكي بعد تنغزو زفيرا أرواجيش فأقول بس شو أرنغوا هو انتو شو أرنغوا فانا فاسا سيدنا سيد واتو أو متكفو واتو أو بانا واتو مباني هو محمد لمتمي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله محمد دونو وإمانا عبد الله محمد ابن عبد الله بيرم جمع بهم تقول محمد ابن بني عبد الله ابن عبد المطلب عبد الله يقول ما هو عبد المطلب بكوهم تقول محمد ابن بني عبد المطلب واسمه نجد لي عبد المطلبون أكوهم بني شيبة الحمد أقول بني أبا شيبة الحمد إيش معنى شيبة الحمد تفسير يا شيبة الحمد تيني يعني في لا حمدة كشيبة يو في الحمد يا حمدة يعني بقول محمد منار وشيبة الحمد ويدم أذلوا منازز بقول محمد أذنكم فيشتن هاي من بقول شيبة الحمد دباب وي أذل أذنكم فيشتن هاي بقول محمد الله أكبر لله الحمد نايل بي علما ينطنغو يعني ذيو كان جيو محمد أفنجي كويل يامو لدنيا وسلام كيلي علما بجوا يتوكا مدوا كويل الله أكبر لله الحمد سبحان الله حميدات أكو هيمي ديوا شايبة الحمدون أكو هيمي ديوا خسواله وبروانا ياه السنية نزوزوري من دولو ياه يعني بقوة يمتوى محمد وي مويسي مungu أمجعليا كاما ما رسام تومي كاكا بكا بايو وي دي أكاشفو أكو يكوما دي نيانكو بونير رسام تومي كاكا جانا دي نيانكو يو بيو فاومي مويسي مungu دفايا مالبا مجوائي دي أتوكا كيبولاي توكا دي كاما بايو كي مويسي مungu أبتوكا وي دي شفو وي كاما بقوة يمتوى سبحان الله نعم ابن هاشم شيبة الحمد من وهاشم بابا هو عبد المطلب هو وهاشم واسمه نزل هاشم نتينا عمرو اكرم عمرو صف كيفاني مدينة مايل مايلين كان رسال له نيانغو هورا لاوا كما اقول له فلان انا تنا جدنا انجيني تينا فكيت يو يو جدنا شكيتو دي لمنو عفو دام ابن عبد مناف عمرو من هو عبد مناف واسمه نزل عبد مناف نسينا المغيرة أقول مغيرة يشكيت زلا شكيت دمون باب الذي ألو مغيرون ينتمى إتيم الارتقاء يدرجاه لون لياه يوجد كمسة مزوم قام بدرجة وش ابن قصي مغيرون من هو قصي واسمه نزل قصيون مجمع اكرم مجمع
Sumia ahiriwa bikuswain amba kuswai litakaswihi hau kambalia he fi biladi harmadago kubaata ya kuba alkaswia. Akoketi mbali na ntiyamaka manaruwa kuswai, wai akoketi mbali na ntiyamaka manaruwa kuswai. Ila tawendelea an hasharti aadahu Allahu, Mwenyezi Mungu ambarikiza kuswai wunu taala mtukufu ila alharami, wendelea arumwe ntiyamaka almuhtarami nzitukufu fahama abaki wa kuswai wunu himau hambaki arumwe ntiyamaka taafia maka wa kuswai wunu ya kuketimbali na ntiyamaka mwana aruma kuswai. Basi Mungu amregeza ajafia armentia maka kusaiwa. Ibn Kilabi kusaiwa mwana wa Kilabi wasmu na jina la Kilabi unu tena Hakim, akunomba Hakim Ibn Murrat, Hakim unu mwana wa Murrat Ibn Kaabi, Murrat unu mwana wa Kaabi Ibn Luwai, Kabir mwana wa Luwai Ibn Ghalib, Luwai unu mwana wa Ghalib Ibn Firin, Ghalib unu mwana wa Firin. Ema jina lelu mwana wa Buzi wasmuhu na jina la Firunu Quraishun, akulama Quraish wa ilaihi wendele Firun ramrungwa vani tunsab waidi ajatuwa nasaba albutun ajata mimba wafu alukurashia bani kureishu warungula wajima sabitua madi bani kureishio mtuwa watuwa mtuwa wadi mtuwa mafiri unu ya watuwa nasaba yu kureishio wahma sallu barakani wa mana ishintu faukau ujuma yifiru ntena bani uwa kinaniyu akuromba kinaniyu kama jama janaha inyamilia ilahi wendele aurongozi na warungulu avani alkathiru wengine ya wanazoni wartabahu wakali ya radhu amba mdalo juma firi de kinaniyo safiki firun babaide ghalibu be kinaniyo babaide maliki jurungulu avani fiki ibn maliki kinaniyo mwana wa maliki ibn nadhar maliku mwana nadhar ibn kinanata nadharu mwana wa kinanata ibn khuzaimata kinanata huu mwana wa khuzaimata ibn mudrikata khuzaimata huu mwana wa mudrikata ibn ilyasa mudrikata huu mwana wa ilyas wa huwa na wa ilyasa huu awal waidi wa handa man mtu ahada atoa albuduna ngamia ila rihabi wende harma shanza alharamia shamaka nzitukufu yani ilyasaun ni mtu ahanra atuwa ngamia yahe maka sabilillah. Basi Mungu amba darajatini mtume ilyasaun. Basi wasumia wantu akokia fi sulbi harma mengi wa ilyasaun wakati atuwa ngamia yahe sabilillah annabi wakukietini nuri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengoni ayo ifaitini zakarallah ya kumdhukuru Mwenyezi Mungu subhanallah la ilaha illa nuri ya mtume kula gwa mengoni ayo wakukia mengoni ya Ilyas walabahu na wila labeka watu mkanu mahija labeka Allah malabeka nuri ya mtume ya kula gwa mengoni ya Ilyas yode miijiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aitwa mengoni ya Ilyas wakati atoa ngamia yake sabilillah. Allahu akbar walillahi alhamdu. Ibn Mubara Ilyasaun mwana wa Mubara Ibn Nizar Mubara wa mwana Nizar Ibn Maadi Nizar mwana wa Maadi Ibn Adinani Maadi wunu mwana wa Adinani. Bas wahadha tungozi nzarungula van silkun ifanisua mauruzi hadithi raitwa van mauru mtu wa riga sinzano na uzi asrunga tasbihi.
محمد ابن عبد الله كما ربنا تبقى تسبيك التالي نظمتي ليكوزو تسانغانيسا فرائده جوهر يمتو من جمع يمتو مي بنان حاستو يا مامهونو السنة حديثي السنية نززر متوارنغا وزي نسنزانو نتسبيه محمد ابن عبد الله ابن عبد الله كما ربنا رنغاو تسبيه وجمع سبت محمد يكالتين بس ورفو نمتو تقوزا نسبه مطوي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخليل أتا ويندلي حمانزان وميز مغمباني مانزان ومونغو إبراهيم مطوي إبراهيم عليه السلام ولي باتو هرمو السلام لإبراهيم من هيدي كم شرك ميز مغو نيانغو تدنيتا أبارو تومي واحي تومي إبراهيم ولي باتو إسماعيل أكو تسندوا مكاو مانتو تسندوا قنز إسماعيل مانو واحي بس إبراهيم ومانزان ومونغو من أكام تنسير ميز مغو سبحانه وتعالى mwezimu nzumbani hadisi mwezimu wekas na shirika na shuumbe be wao ni kawo vitetsa uki mwanzanwa he utoka mwanzani ni kawo dunguze wa mwanzanwa he meso ndofuki kirelo hadisi ne naam bas Ibrahim tume Ibrahim u mwanzano Mungu bas amsaka mtu ashazia anu hautukusana sababu mtume Muhammadi asharu mtume Muhammadi wae wa abau aharaya yana sababu mtume kaya kuma mtume Ibrahim mtu nande mbele bika kuma warasa na sababu mtume wa Adnan na mtu tukuza na sababu mtume Muhammad atai wasula Adnan بلا ريب يوكا اسناشا كمان تني ابن معاد ابن عدنان ابو عند امبيل ذوي وينيوي العلوم وجواو النسبية نسبة امتو محمد عدنان يو نسبة امتو ميكا يوكما نسبة بسنة الى الزبي امتو تقوزة سنة نسبة امتو محمد اتاي وصول حافي حم تنزيو يا مونغو صفكي ذابه وتنزع ومباني هو إسماعيل أمتمي إسماعيل مولو مانا إبراهيم بس نسبته نسبة أمتمي هو ومنتماو إيسيا دباو ومنتهاو ناو دمباك ومويسو نانقوها عبد المطالب دباك إسماعيل وولي بان نسبة أمتمي يقوم جماعة ما نوري أمتمي إذيري بيوان توا سبحان الله إما نوتوا كارغل من تصنع بالوية هلو يس رسالي جوافان فأعظم بس واتكوزيا وانتواو راهو وافان به حسباب يامتومي محمد من عقد من قول ما دايو تألقت إيفاقيساو كواكبو كواكب يامتومي الدورية إيفاقاو وجما سبت محمد واو اكزامبليو ماوردي نورازلي زوالاو وافو مطومي محمد واي دموزي رينو بس سألا يدسوا من وكيف لا نمنجج وجمزم محمد وطوة تكف والسيد نوبانا الأكرم تكف بنو دمتم محمد صلى الله عليه وسلم وهي أهذي وسيطوته أهر نهر المنتقاه من يوتسه لنا مونغو سفكي بابو نكالو مويز سوالا نيرازو كفلو ya mutsa nyora wala kai wala zuwala fikio jima sema mtume ni nyora mtume mato ni mwisi relewa na nasabu barzanji ndeshe tuwa unasaba tahsibu ihasibu lao alulam tukufu bihulao hasibabu ya suwaza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala datuha zifungo zao نجومها زنورا زاو وانتروا وفاني سمرتني الجوزاو جوزا ونيرما جوزا مانا نيورا يا موزا مالدا يرنقول الجوزا ريلو فيت كي يطول يمتون بي ما تعلمين أهل المنجمين ونيون يزي علم النجوم ونيون يرى إني مزا نيورا ورمال مكرم محمد نيورا هدي القرب بطولي هدي الجوزا مانا زورا موزا مولدا ما نمتوب بينما الكرب يحالا أقرب
Ni wajua kwa president mana tu watu wale manager mkumandi mwezungu mbole. Redwa ne? Naam. Bas habadha ivendesa ikidu daio suda dini ya ubwana wa fakhari na uvantara ya uvumi yani. Anta wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama fihi harmada yolini aliyatima tu baulat sasa yan diski mwanabushi diski al-asma'u uhafadhu shina wa jumaza yan mtume Muhammad afanisiwa na mgalia kamiza shibushiri wa kamizali uzinundra hu burburu vutuna busa fikia mtume Muhammad waide diskile wa jumaza ide ungwe havinga diski ira makalte kime Allahumma salli wa baraka alayhi yes. Wa akrim wa tukuzia wa ntuwara urungwa vani bihi hasabu ya nuri ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min nasabin mingoma inasaba yae Mungu afanya tini tuahara Allahu ta'ala mwezi Mungu atuharisha wa jumaza mtume Muhammad wa watuahara mingoma tini min sifahi mingoma upandi wa ntuwa kafanya betis ha nuri ya mtume ya waviria aljahiliya ya ujinga ya hale wa ambao wapulia kapulia ngamani manuri ya mtume ya kwa gide japukana kama kwa uslam bi dini ya wa kuistei aso manuri ya mtume Allahumma salli wa barakane bas auradana nunini izidi mashini ya kufanya ishio azidisha inun biyarma tafsir kawa sununi wawo aurada zainu la araki aurada anahanisidza au azukuru hadithin azainu zainuddin na wa ruban zalahi abdurrahim al-iraqi wa sharaki waridau zi hadith zahe fi mawridi haruma fari iraqi al-haniy zuzur wa rawahu na zuazlinga watu wanafikira na wai ambao jumaza mtume Muhammad mungu atorisha na bandi ya ujinga kama vile babu itua signature hadithio la irara بس رسالة يوم الإسلام حفظ الإله أحفظ مسمى مungu أحفظ بني كرامة حوتكف لمحمد يمتلي محمد مسمى أحفظ بني أبا أهو ما بابا هو أوراهم وافو مungu أحفظ وانتو يمungu أدمو الأمجاد ما تكف سونا وحفظ شيئا ترى رغوا لإسمه هل زنا لم تبع محمد صلى الله عليه وسلم تجني ترك السفاحة ولشو باندي كوفانيا بيتيز وانفو فلم يصيبهم كواشنا برا وانفو رفو بابو عاروه عيب يو باندي نيانغو هذي من آدم نيانغو باكو آدم كوفانيا باندي وإلى أبيه أتاول لي أباه ومتبع محمد عبد الله كوفانيا باندي وأمه نما ومتبع محمد كوفانيا باندي saratun mabwana sara idhirwani nuru nubuwa tinuri ya mtume sallallahu alaihi wasallam fi asariri harman dhirio ghurarihim ya mauso yao albahia matukufu nasi mwizi mga tsengeza almuntakil filo ghurarihil karimatu waljibao atai wasili havi wabadara mwizi mga javenu wafu badru nuri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam havi fi jabin harimu ya papa la uso yambani jadiba kukuwa he Abdul Muttalib rakum Muhammad Abdul Muttalib wa ibnihi na umwana wae Abdullah Abdullah safiki nurio wakati ya kaya watu wasalia huu ya kudzama tu sekre be wakati mtu Muhammad akarimna ujodzalwa bakukuwa he izayivinu wao utakuyuna fasi ya mfasi baba ya jayi chiki lera hivyo mwezi Mungu akatamete Muhammad aje duniani naqalahu ila maqarrihi min sadafat aminat az-zahariya lera mwezi Mungu arenge nuru ya mtume leo kati ya uso Abdullah Muhammad ataje duniani anda parana bweni nuru ile ivako pata ingeri mwa dola mayahe Muhammad awe aje wa sababu ya ni tulungula mawala marada bagan atsiyo jamani mlango ya vili mkini iko mzera usipona pafu أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم ويبارك عليه نعم